استاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالاهرام، منورنا ومشرفنا في الاستوديو. ازيك استاذ محمود؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين تمام، ومساء على جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه. منورنا ومشرفنا. عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها. خلينا نبتدي بموضوع محمد صلاح. يعني الموضوع انا مش بيني وبينك مش عايز اتكلم فيه كتير جدا، لان هو قصه خدت حجم كبير. لكن بتقيم ازاي ما حدث سواء من محمد صلاح او سواء في ما يتعلق بين الاصوات هناك ما اعتمدتش في الفيفا اصوات المصريين؟ يعني الكلام ده، بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا موضوع محمد صلاح عايزين نقسمه لثلاث اجزاء الاول. كويس. جزء يخص محمد صلاح، جزء يخص اتحاد الكوره السابق طبعا، وجزء يخص الصحفي المصري اللي صوت في. كويس. خلينا كان في اتحاد الكرة الاول، وطبعا ما حصل يعني ما حدث في تخبط جامد جدا في موضوع محمد صلاح. من جوه اتحاد الكرة الناس بتقول لك لا ده اجيري صوت هو احمد المحمدي لمحمد صلاح، الناس بتقول لك لا ده شوقي غريب هو اللي صوت لمحمد صلاح واحمد المحمدي، احمد المحمدي طالع يقول لك لا انا صوتت لمحمد صلاح والاصوات ما وصلتش، حاجات يعني ما تقريبا بدايه جدا يعني. ده رقم واحد. رقم اثنين نتكلم في الصحفي اللي هو المصري المفروض. قبل ما نروح للصحفي المصري نصدق مين في كل الكلام اللي طلع؟ يعني كابتن هاني رمزي قال ان احنا اصلا ما اتطلبش اننا احنا نصوت على حاجه. المهندس قبل ايه مدير المنتخب السابق قال لك ايه؟ قال لك ده اجيري ومحمدي صوتوا واحنا ادينا الاصوات دي لاتحاد الكوره ومفروض ان اتحاد الكوره ارسلها. اتحاد الكوره دلوقتي النهارده مش اللي هو كان موجود ساعتها طبعا، بس هو بيقول لك ايه؟ ان كابتن شوقي غريب ومحمدي ادلوا بصوتهم بيسالوا الفيفا الاصوات دي فين؟ نصدق مين احنا في القصه؟ انا الفكره كلها انا زي ما بقول لك في تخبط، في حاله من التخبط زي ما حصل قبل كده من اتحاد الكوره، قرارات كتير وحاجات كتير حصلت احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي. فانا شايف الموضوع ما لا انا مش مصدق، يعني انا اللي مصدقه ان مفيش حد صوت. مفيش حد صوت. من وجهه نظري انا الشخصيه يعني او اللي مستوعبه من القصه. يعني ايه النهارده انا صوتت والصوت ما وصلش ازاي؟ او بص انا شايف ان ممكن يكون في اهمال، حد نسي، لكن فكره ان انا صوتت وما وصلش دي انا مستبعدها. مش يعني منطقيه شويه. مش منطقيه، يعني اشمعنى انت؟ اشمعنى اتحاد الكوره؟ صح. بس فاشمعنى هل مثلا حصل قبل كده او حدث قبل كده ان في ازمه شبيهه لدي مثلا الموسم اللي فات او اللي قبليه؟ ما سمعناش اول مره اسمعها. ففكره ان انا صوتت وما وصلتش لا، عاوزين نخرج منها شويه بقى. بس طيب قلت لي الجزء الثاني فيما يتعلق بالصحفي المصري هاني دانيال اللي صوت. هاني دانيال هو من الصحفي الرياضي بالظبط، ما اعرفش هو بيصوت بناء على ايه او فكره. انا شايف القصه شو بالنسبه له شويه، انا ما اعرفوش يعني شخصيا او هو زميل الراجل محترم. الاعتراف ان هو ده رايه الشخصي، ما فيش اي مشكله. لكن انا عايز اديك مثال مثلا لشيء معين. يعني هيكتور كوبر السنه اللي فاتت لما كان متولي مسؤوليه منتخب مصر ما صوتش لمحمد صلاح على ما اتذكر، صوت لميسي مواطنه. السنه دي برضه صوت لميسي، يقول لك احدى المواقع يقول لك ان هيكتور كوبر خدع محمد صلاح والكلام من ده. فالمنطقي اكتر ان انت بتصوت لابن بلدك عادي، وفي اوروبا مش الموضوع مش متعلق بعاطفه بس عندنا في مصر. يعني احنا عاوزين بس نفهم القصه عامه، الاستاذ هاني دانيال صوت بناء على ايه؟ اولا انت مش ناقد رياضي، انت راجل صحفي مصري تمام، يعتبر كده خلاص انت مشجع، انت دخلت في قصه المشجع، انت مش ناقد رياضي، انت فاهم القصه انا عاوز اتكلم في ايه؟ هو صوت بناء عليه. انا شايف القصه بالنسبه له شو مصر كلها تتكلم وفي صحفي اسمه هاني دانيال ما صوتش لمحمد صلاح، لا صوت لمحمد صلاح، لا مش عارف ايه القصه. القصه انا شايفها خارج اطار المهنيه تماما، يعني خارج اطار المهنيه. المهنيه تماما، انت راجل مش ناقد رياضي. انت النهارده طب هو بيصوت بناء على ايه؟ هل في معايير معينه ولا هو من خلال تواصله مع الفيفا مثلا؟ انا شايف لا، قصه تواصل برضه، ما فيش معايير النهارده، ما فيش ولا ناقد رياضي مصري صوت في الاختيارات غير هاني دانيال، وهو اصلا مش راجل مش ناقد رياضي. ففي هنا في لبس احنا مش فاهمينه. طب انت النهارده صوت وجات لك الفرصه ما صوتش محمد صلاح بناء على ايه برضه؟ يعني خصوصا انه بيبقى انتصار يعني هو انتصار وطني. وبعدين خلاص انت يعني القصه زي ما انت بتقول وطنيه في المقام الاول، وطنيه. بالظبط، خلاص انتصار للبلد في الاخر. لما يكون عندك واحد بياخد جايزه كبيره. بس اقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده تكون حريتك الشخصيه هي المعيار لما تكون بتصوت من خلال الاكونت بتاعك على فيسبوك على تويتر. انت حر. لكن انت النهارده طالع باسم ان انت راجل ناقد رياضي او انت صحفي مصري. فخلاص فكره ان قصه الراي الشخصي بتاعك ده ممكن نركنها على جنب شويه. ده من وجهه نظري انا يعني. بس ده فيما يتعلق بالصحفي المصري هاني دانيال. اتحاد الكوره بقى
انا بقول لك اتحاد الكوره فيه تخبط. طب محمد صلاح يبقى انت ما تكلمش عن محمد صلاح. ما تكلمش عن محمد صلاح. محمد صلاح بقى ان هو رد فعله. رد فعله بتقيمه ازاي وبعدين تويت اللي نزلها بتشوف يعني هل ليها لازمه اللي حصل دي؟ لا هو ملوش لازمه برضه. هو قصه بالنسبه لي انا شفت يعني انا شفت النهارده لقيت كل المواقع وكل الاكونتات على السوشيال ميديا بتتكلم عن محمد صلاح شال كلمه لاعب مصري او لاعب في منتخب مصر واكتفى بان هو لاعب في ليفربول يعني. انا شايف التصرف يعني مش تصرف محترف يعني او تصرف محمد صلاح حد بقيمه محمد صلاح حد قيمه وقامه دلوقتي حتى لو حقه انه يزعل ما يزعلش بالطريقه دي. يعني انا شايف انها قصه يعني هي يعني ما ضافتلوش. انا شايف انها ما ضافتلوش شالت من رصيد الناس خلاص النهارده بتتكلم عنك انت ازاي تشيل كلمه زي دي كلام. انا شايف الموضوع ما يعني تصرف غلط محمد صلاح جدا من وجهه نظري برضه تصرف تصرف خاطئ جدا ومش متوقع من حد زي محمد صلاح يعني. انت خلاص حصل اللي حصل انت لكن كلمه زي دي ما او انا شايف اللي ملهاش لازمه يعني. بس بعدين نزل تويتر بعد كده مهما حاولوا ان هم يكرهوني ولا شافوا بصورته على على صدره الجماهير المصريه وبتاع برضه ما شايفها برضه يعني حتى المعالجه خاطئه خلاص يعني. انت ما كنتش بدات من الاول انت دلوقتي خلاص انت كمحمد صلاح كل خطوه وكل كلمه وكل تويته بتكتبها محسوبه عليك. مع حبنا وتقديرنا طبعا لمحمد صلاح بس هو خان التوفيق في هذا التصرف بصراحه يعني ما ينفعش نقول على الغلط صح اطلاقا يعني. طيب عندنا كلام اخر كتير جدا بخلاف قصه محمد صلاح بقى هنقفلها خلاص وهنتكلم عن النادي الاهلي بس هنروح لفاصل الاول. بعد الفاصل نرجع نتكلم على مباريات الدوري بشكل عام وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي عقب مواجهه سموحه والفوز باول 3 نقاط للفريق في بطوله الدوري. استنونا بعد الفاصل. نروح لملف اخر قبل ما نتكلم عن الاهلي باستفاضه وفيما يتعلق بمنتخب مصر الاول. كابتن حسام بدري مدير فني خلاص وعرفنا الجهاز هيتم الاعلان عنه بكره او بعد ان شاء الله باذن الله في مؤتمر صحفي مع كابتن محمد بركات مع كابتن معوض كابتن احمد ايوب كابتن طارق مصطفى وكابتن ايمن طاهر. معايا خبر من اليوم السابع ان كابتن حسام بدري بيرفض وديه البرازيل ويبحث عن مباراه افريقيه. هل انت مع الاتجاه ده وتفكير كابتن حسام بدري ولا كان يبقى جريء شويه ويلعب مع البرازيل اول مباراه عادي حصلت قبل كده اعتقد مع برادلي؟ بص انا شايف ان كابتن حسام بدري عنده حق بنسبه كبيره انه يلغي مباراه يعني هنلعب منتخب بحجم البرازيل في الفتره دي. انا شايفها صعبه جدا. شايف ان انت الجماهير هتحكم عليك خلاص القصه ما بقتش هتبقى وديه او مش حتى لو اول مباراه مفيش خلاص هتبدا تخش بقى في قصه ايه ده لا ده اداء وحش ده مش عارف نازل بدا يعتمد على اسماء مش عارف مين لا ده ما خد من هنا وما خدش من هنا هتبدا تدخل في اطار هو يعني بعيد عنه شويه دلوقتي المفروض يعني. فانا شايف ان فكره ان هو يعتمد على مباراه وديه مع منتخب افريقي شايفها مناسبه وكويسه جدا. ده الافضل خصوصا في البدايات. خصوصا ان انت خلاص انت المجموعه بتاعتك برده في تصفيات امم افريقيا ضعيفه يعني وان ما كانش في اي معسكر قبل كده ليه مع المنتخب او المعسكر اللي جاي بعد التوقف بقى في معسكر ان شاء الله. طيب رايك الاول في الاسماء المعاونه للكابتن حسام بدري في الجهاز؟ هو كلهم اسماء كبيره طبعا نبدا لو عايز تتكلم فيهم ولا نتكلم اتفضل. كابتن طارق مصطفى انا شايف كابتن طارق مصطفى برده لحد ما خبرته كويسه مع الفرق اللي دربها سواء بره او هنا. شايف ان كابتن صعب معوض برده خلاص اشتغل مع كابتن حسام وهو كابتن احمد ايوب فالقصه بالنسبه لهم خلاص بقى في زي تجانس كده معاهم. بالمناسبه كابتن سيد معوض فكره ممتاز انا يعني تواصلت معاه كتير لما كان موجود في الجهاز الفني للنادي الاهلي بيفكر او فكره الكروي اكثر من رائع يعني. ما انا بقول لك لا وكمان خلاص انت النهارده اتعاملت مع المدير الفني او اتعاملت مع كابتن احمد ايوب برضو حد في الجهاز بتاعك شايف القصه خلاص بالنسبه لهم بقت خلاص في تجانس والدنيا هتمشي معاهم كويس ان شاء الله يعني. كابتن محمد بركات برضو كابتن محمد بركات يعني برضو اتعامل معاهم طبعا عشره سواء بقى كان مدرب كابتن حسام بدري على كابتن محمد بركات قبل كده وفي تعامل بينهم والعلاقه بينهم قويه وده هيساعد برضو. انا شايف الكابتن ايمن طاهر هو بعيد شويه عن الاختيارات من وجهه نظري برضو. يعني انا شايف لكابتن ايمن طاهر لا انت كنت تجيب حد برضو اشتغل مع كابتن حسام بدري قبل كده عشان يحصل برضو الفكره اللي انا بقول لك عليها دي. كابتن حسام بدري اجبر على الاختيارات دي؟
من وجهه نظري كابتن طارق مصطفى وكابتن ايمن من وجهه نظري الله اعلم، مش معلومات يعني، لا لا مش معلومات بس القصه باينه منطقيا يعني، عشان الازمه برضو بتاع كابتن ايهاب جلال، فكره انت هتاخد ده معاك لا مش هتاخد ده معاك، الناس كلها كانت عارفه ان كابتن ايهاب جلال خلاص جاي، فهي الفكره كلها شكلها لا انت معاك ده او معاك ده بس. حتى لو كابتن حسام بدري تم تعيينه كمدير فني قبل ما يشكلوا الجهاز، فبالتالي عنده الحريه انه يختار براحته ومحدش هيقدر يقول له النهارده كمدير فني تقول مين هيشتغل معايا، ما اقولكش انت تعالى انت معاك واحد اثنين ثلاثه وانت تعالى اشتغل معاهم، انت اسمك مدير الفني، الموضوع صعب جدا، صح الموضوع انت مش هتقبلها نفسيا على الاقل، ان انا خلاص انا مدير فني ازاي وانا اصلا مش مختار جهازي، ازاي هختار لعيبتي او اشتغل مع لعيبتي، انا جهازي اللي هيعاوني انا مش مختار. شايف القصه كانت تعالى انت شايف كابتن حسام البدري، تعالى كابتن حسام انت معاك مين؟ انا معايا 1 2 3 4 5 تمام اشتغل. تعالى كابتن ايهاب جلال معاك مين؟ معايا 1 2 3 4 5 اشتغل. لكن فكره تعالى هات طب ده الاصح نجيب اثنين طبعا ده المفروض. لكن فكره انا هجيب اثنين وانت تجيب اثنين القصه ما تنفعش، مش احترافيه. طبعا طبعا طبعا، وهتحصل يعني ان شاء الله باذن الله، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم انهم يعملوا حاجه ان شاء الله ويحصلوا علاقه بامم افريقيا باذن الله ونصعد كاس عالم، انا كل ده معاك فيه، لكن اكيد هيبقى في ازمات. يعني النهارده بنتكلم زي ما انت اتكلمت في الاول، كابتن طارق مصطفى اشتغل مع كابتن حسام بدري؟ لا ما اشتغلش. اتعامل مع كابتن لا، لكن طب ماشي جيت انت النهارده خلاص اشتغلت مدير فني بره في دول عربيه والدنيا تمام، بقى لك فتره عملت ايه مثلا؟ لكن انا شايفه عنده خبره، لكن مدرب مميز على فكره كابتن طارق مصطفى، جدا جدا على المستوى الشخصي فعلا، هو راجل بيفهم كوره وراجل عينه كويسه على اللعيبه، لكن فكره النهارده التجانس، انت جايب النهارده خلاص كابتن حسام كابتن 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 خلاص، الناس دي هتشتغل مع بعض ازاي؟ الا اذا كابتن حسام بدري نفسه اقتنع بالاسماء اللي تم اقتراحها عليه. انا ممكن النهارده اقتنع بحاجه عشان خلاص عشان امشي الدنيا، امشي الدنيا، لكن خلاص كان المفروض ان انا اجي ومعايا رجالتي او معايا الناس اللي اشتغلت معاها قبل كده، او انا اختار حتى لو هدعم بعناصر يبقى اديك اختيارات، اقول لك لا انت هتاخد معاك يا ده يا ده يا ده، انا اشوف الافضل ليا ايه، لكن معاك ده طب ده هيبقى مدرب عام، لا ما ينفعش يبقى مدرب وكابتن، فكره قصه صعبه شويه. برضه وانس ريت تتكلم على ان الكابتن طارق مصطفى دي بدايه الامور، يعني ان شاء الله نتمنى ان القصه تبقى بسيطه، يعني كابتن طارق مصطفى بيرفض ضغوط الجنايني لقبول وصايا البدري اللي هي بتتمثل في ايه؟ في متن الخبر ان في المؤتمر الصحفي هيتم الاعلان ان الكابتن حسام بدري طبعا مدير فني، وهيتم الاعلان عن اسماء كل من طارق مصطفى سيد معوض احمد ايوب كمدربين، لا مدرب عام ولا مدرب مساعد ولا كلام من ده. فكابتن طارق مصطفى من خلال الخبر ده معترض على كلام من ده، هو عايز يتم اعلان ان هو المدرب العام المساعد للكابتن حسام بدري، بعد كده كابتن احمد ايوب كابتن معوض مدربين مساعدين، هل دي تكون بوادر ازمه مثلا ولا؟ بص هو كابتن طارق مصطفى عاوز يضمن الفكره او عاوز يضمن صلاحياته من دلوقتي، عاوز يضمنها رسميا يعني في مؤتمر صحفي، انا راجل مدرب عام خلاص، انا خلاص على حد ما جهاز كابتن حسام بدري يشتغل ويبدا ويكمل هو الراجل ما هيبقى مدرب عام. لكن فكره الثلاثه مدربين انت لحد دلوقتي موزعت الصلاحيات، يعني انت يعني انا ما شفناش في فريق او منتخب في العالم ثلاث مدربين يعني الثلاثه زي بعض، طب الثلاثه نفس الشغل اللي هيشتغلوا مع بعض، الثلاثه نفس الخبره، فانا شايف ان الموضوع هو كابتن طارق مصطفى انا شايف ان هو عنده حق، انا النهارده انا هشتغل معاك انا عاوز اعرف انا هشتغل ايه وده حقي، انا النهارده في جهاز المنتخب بس انا عاوز اعرف انا صلاحياتي ايه، انا النهارده هشتغل ايه. لكن انا النهارده صلاحياتي زي كابتن سيد معوض زي كابتن احمد ايوب، طب ثلاثه ليه؟ انا خلاص عندي مدرب عام، طب المدرب عام هو كل الناس عارفه وهو متخوف برضو من فكره ان كابتن احمد ايوب هيبقى الرجل الثاني بعد كابتن حسام البدري عشان الراجل اشتغل معاه في اكتر من مكان قبل كده، هو قلقان يتهمش يعني، هو مش هيتهمش، هو مش عاوز كابتن احمد ايوب يبقى فوقيه يعني او صلاحياته اكتر منه. الفكره برضه هترجع زي ما قلت لك، انت النهارده كان المفروض كابتن حسام يقول انا معايا كذا منصبه كذا معايا كذا منصبه كذا، لكن فكره برضه انت معاك اثنين وانا معايا اثنين دي صعبه، وزي ما انت بتقول بوادر ازمه من وجهه نظري. نتمنى ان ما يكونش في ازمات ولا حاجه، وان شاء الله كل الكلام ده هيبان في المؤتمر الصحفي بعد بكره ان شاء الله، والاهم من الهدف الاخر واحد، ان انتوا ترجعوا منتخب مصر لسابق عهده زي ما كان مع الكابتن حسن شحاته كده، او على اقل تقدير نص الجانب الفني والنتائج اللي كانت مع الكابتن حسن شحاته يبقى شيء مميز. فالمهم ان هم كلهم يتعاونوا ان شاء الله لصالح الكره المصريه ولصالح منتخب مصر، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. الاهلي بقى، تقييمك لانطلاقه مستر فايلر مع النادي الاهلي من خلال ثلاث مباريات وثلاث انتصارات في مختلف البطولات؟ انا شايف ان هي راجل عنده كوره
شايف ان البدايه قويه جدا ونموذج زي ما بنقول يعني. انت راجل النهارده لعبت افريقيا كسبت، لعبت بطوله خاصه سوبر كسبت، لعبت في الدوري كسبت، راجل ثلاث انتصارات في ثلاث بطولات مختلفه زي ما قلنا. فشايف ان هي نموذج الانطلاق. لكن لسه هو الراجل لسه ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. طبعا قدامه 7-8 ماتشات، ممكن الفتره التوقف بتاعت الدوري عشان المعسكر المنتخب دي ممكن الراجل النهارده يشتغل فيها، فكره يجرب لعيبه معينه يشوف. لكن النهارده انت جاي خلاص شايف لعيبه جاهزه، لعيبه مش جاهزه. طب انت شايف لعيب ده عاوز تجهزه، ففكره ان احنا نحكم عليه دلوقتي صعب. لكن كبدايه نموذج لمدرب كبير، ثلاث انتصارات في ثلاث بطولات مختلفه، يعني لعب ثلاث ماتشات كسب ثلاث ماتشات، فالموضوع تمام. التساؤل دايما بيبقى على بعض الاسماء اللي غايبه عن الفريق او اللي بتلعب ماتشات وماتشات لا، وخصوصا لسه ما فيش ماتشات، ده هم ثلاث مباريات بس. يعني هل بتشوف ان الكلام ده في محله او توقيته، ولا لسه شويه ان الراجل يستكشف قدرات اللاعبين كلهم وبعد كده بعد فتره طويله ممكن نسال على بعض الاسماء اللي ما بتشاركش مثلا؟ بص احنا عاوزين نعترف ان الراجل بدا يعني الماتش اللي فات، ماتش السوبر على الماتش اللي فات فيه خمس تغييرات في التشكيل. الراجل حط خطه وشغال بيها، عاوز يعرف بيوزن اللعيبه على طول، بيشوف سرعاتهم، بيشوف فرق، عنده خطه بيشتغل بيها. بس لسه وقت كبير، حوالي 7-8 مباريات عقبال ما يستكشف ده ويشوف دوت، ويشوف مثلا هنا قفشه ولا صالح جمعه، لا هنا حسين شحات ولا جيرالدو، هنا رمضان ولا مش عارف. في قصه بالنسبه له لا لسه حوالي 7-8 ماتشات عشان الراجل يعمل التشكيل المثالي اللي نقدر نحكم بيه عليه بعدين، اللي هو من خلاله يثبت على التشكيل اللي يلعب بيه يعني خلال الفتره، يثبت او يعمل تدوير في بعض المراكز. القصه مش كده، هو شكل اللعب عامه، ستايل اوف بلاي بتاعه بشكله عامل ازاي. في مثلا هيبدا مثلا من او هينتهي مثلا عند رمضان صبحي، لا هيبدا من ورا من عند ربيعه. الفكره بالنسبه لنا شكل اللعب هو اللي هيقول لنا بعد كده ان شاء الله بعد 8 أو 9 ماتشات. نقدر نستشف شكل اللعب من دلوقتي؟ مش هتقدر، صعب. انت النهارده بقول لك خمس تغييرات، انت بادئ الماتش عن السوبر الزمالك خمس تغييرات، سيبك عشان في اصابات بتاع، بس في خمس تغييرات. النهارده الشكل هيبقى صعب. النهارده لو هنقول بس اللي انا شفته واخدت بالي منه، الراجل بيبدا من تحت. دي بقى لنا فتره كبيره ما بنشوفهاش في الدوري المصري. فعلا النهارده نبدا من تحت، لان وادي دجله بس اللي بتعمل كده. طبعا وانا برضو ما الفكره مش ان انت تلعب من تحت، انت النهارده عندك العناصر اللي تساعدك على كده ولا لا ان هي تعمل كده. لا لكن انا النهارده شايف ان الراجل بيبدا من تحت دي ما شفناهاش بقالنا فتره كبيره. شايف النهارده ان الراجل بيبدا زي ما قلت لك هجمته بيبدا يقسمها خط الدفاع بعدين خط النص. لكن دلوقتي احنا زمان كنا بنشوف، او في دلوقتي في الدوري المصري بنشوف الجون بيلعب كره طويله ممكن ترجع هجمه مرتده على فرقته، لا يعني ما فيش يعني فكره ان يبقى مدرب منظم ما شفناهاش بقالنا فتره. احنا بننتظر من مستر فايلر ايه خلال الفتره الحاليه؟ هل اداء بس ولا اداء ونتائج ولا نتائج بس؟ بص اقول لك على حاجه، احنا لو قسمناها يبقى مش النادي الاهلي او مش جماهير النادي الاهلي اللي هترضى بده. اي مدرب بيبقى شغال في النادي الاهلي الجماهير بتبقى طالبه منه اداء ونتيجه. طبعا فكره ان انت تكسب وتلعب وحش، لا النهارده انا هبقى عندي تعليق عليك وهبقى خارج من الماتش مش مبسوط او العكس. فهي الفكره لازم يكون اداء ونتيجه. وده هيجي مع الوقت. هيجي مع الوقت طبعا، وهيجي مع اللعيبه. النهارده اللعيبه جاهزه، انت عندك النهارده كام اصابه، لا لعيبه هترجع، لعيبه ما شاركتش بقى لها فتره، والراجل النهارده شاف عينه حلوه مثلا على لعيب معين هيبدا يدخله بطريقه معينه، طريقه اللعب بتاعته هتناسبه ولا مش هتناسبه. الكلام ده كله 7-8 ماتشات 9 ماتشات 10 ماتشات كمان. من خلال الماتشين ثلاثه اللي فاتوا بتشوف مين من اللاعبين اللي لفتوا نظرك، او اللاعبين اللي هيكون ليهم دور كبير جدا مع فايلر خلال الفتره اللي جايه، او اللي عملوا اداء مميز يعني؟ بص هقول لك على حاجه، فايلر لفت نظري برضو لحاجه. هو بيقسم الماتش، الراجل بيقسم الماتش. مثلا الشوط الاولاني بيقسمه اثنين، الشوط لو انت شفت في الماتش هتلاقي في ماتش السوبر كان مفتاح اللعب ممكن يكون حسين شحات. امبارح كان رمضان صبحي عمل مباراه كبيره. هو بيجاب رب جبهات خلاص. احنا بقالنا فتره عارفين رمضان صبحي علي معلول الجبهه الشمال مع اي مدرب شغاله نار. لكن انت دلوقتي انت شفت حسين شحات كان مفتاح لعب في ماتش السوبر. كان بينزل استلم مش انت امبارح شفنا مروان محسن طبعا نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ويقوم من العمليه الجراحيه على خير. النهارده رمضان سوري مروان محسن بينزل نص الملعب محطه وبيستلم ويسلم ويصنع اهداف، جايبين على الهدف ما شفناهوش بقالنا فتره. فالنهارده الراجل عنده شغل، عنده كوره هيبدا، بيبدا زي ما قلت لك من تحت، مش كل الوقت بيبدا من تحت، ممكن يبدا من عند يبدا من النص، يبدا على يلعب على الكره الطويله، يلعب على الكرات العرضيه. فالراجل متنوع ده، هو لسه بيشوف
زي ما قلت لك هو الراجل جه في وقت قصير ما عملش ماتشات وديه طبعا. انا شايف ان الفتره اللي هي بتاعه وقف الدوري عشان منتخب مصر عشان المعسكر دي هتدي له اريحيه لو يشتغل براحته ممكن يعمل ماتش ودي يعمل ماتشين ودي فاهم القصه بالنسبه لي فانا شايف اللي زي ما قلت لك هو راجل لحد ما راجل عنده كوره راجل عنده شخصيه قويه جدا دي اهم حاجه بصراحه انا شايفها دي اهم حاجه الكاريزما المدرب خلاص انت فكره ان انت المدرب الشخصيه دي بقت خلاص لازم موجوده في اي فريق شيء حتمي بس انا شايف ان شاء الله ان هو يقدر يعني يرضي جماهير الاهلي يا رب ان شاء الله يستمر على هذه الانطلاقه المميزه جدا بالنسبه للفريق الاول بالنادي الاهلي في اطار يعني رغبه كل الجماهير في الحصول على اكبر قدر ممكن من البطولات واهمها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا الغائبه عن دولاب بطولات النادي الاهلي لفتره كبيره عايز اسالك برضو على بعض اللاعبين يعني هل هم كانوا مفاجاه بالنسبه لك ان هم يظهروا بالمستوى ده او انت بتشوف مستواهم ازاي في الاول يعني جونيور اجاي مثلا حسين الشحات ابتدى يظهر مع نهايه الدوري السنه اللي فاتت عندك كمان عندك احمد فتحي عمره كبيره بعد غياب امام نادي الزمالك وغاب امبارح برضو دي وجهه نظر فنيه ممكن يكون لاراحته يعني وياسر ابراهيم بص اقول لك على حاجه المفاجاه كان بالنسبه لي ياسر ابراهيم وحسين الشحات لسبب ياسر ابراهيم اول ما جه الاهلي كان عليه ضغط من الجماهير على السوشيال ميديا وهو ماشي في الشارع راح تدريب جامد خلاص انت النهارده انا شايفك انا المركز ده مظلوم النادي الاهلي لسبب لان اي حد بيلعب في المركز ده الناس عاوزاه وائل جمعه بيقارنوه على طول باسطوره الدفاع في الكوره المصريه وائل جمعه طبعا فانت النهارده شايف ياسر ابراهيم لا لسه الراجل انت حطيته تحت ضغط ممكن يكون هو قليل الخبره في فكره التعامل مع الجماهير بحكم ان هو لعب قبل كده في سموحه ما تعرضش لده لكن النهارده كان عليه ضغط جامد جدا في ماتش السوبر انا فوجئت بس هو لعب في الزمالك برضه انا معاك تمام بس لعب في فتره ما فيهاش جماهير كانت في فتره خلاص ما فيش ضغط جماهير انا شايف ان فكره فعلا الاعتماد على ياسر ابراهيم ومحمود المتولي فكره ناجحه جدا ان شاء الله ربنا يقوم بالسلامه برضو للاثنين ان شاء الله حسين الشحات نفس القصه اللي بقول لك عليها حسين الشحات انتوا جبتوه الاهلي جابوا ب 150 مليون طب جابوه ب 150 مليون ليه طب عاوزه من اول ماتش يجيب سوبر هاتريك ويصنع ثلاث اهداف يعمل اسيست ثلاث في الموضوع كان بالنسبه له برضو نفسيا صعب الراجل كان مكسر الدنيا في العين جه اول ثلاث ماتشات الدنيا مش ماشيه معاه وده طبيعي تمام فبرضه كان حسين الشحات في 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 السوبر انا كان شايف مميز جدا ماله في زماتش بالنسبه لي انا والله بالنسبه لي انا برضه الجون ده بيعجبني قوي بصراحه طريقه لعب لا الجون يعني حتى لو الكره اتردت من مدافع نادي الزمالك عبد الشافي لكن البدايه يعني الشناوي التشميسه بصراحه يعني مفيش نقاش عليها حاجه الكره دي خلينا نرجع لفكره طريقه اللعب بتاعت فايلر الكوره دي اتلعبت من عند الشناوي فعلا صح كده طول الماتش الاهلي بيلعب من ورا في الجزء الاولاني بيلعب من ورا بعد كده الاهلي بقى بيلعب على الكرات بعد كده تلاقي الاهلي بيبدا يرجع يلعب على الكرات العرضيه فالراجل النهارده بيشوف الماتش عاوز منه ايه متطلبات المباراه طبعا انا خلاص ببدا النهارده بالستايل اوف بلاي بتاعي انا ببدا بطريقه اللعب بتاعتي انا ببدا من ورا طيب انا شايف اللي قدامي متكتل شايف اللي قدامي عامل لي دفاع كومباكت مثلا قافل عليا لا انا ببدا خلاص يبقى انا عندي خطه ثانيه ان انا ابدا العب على الكرات الطويله عندي خطه ثانيه ان انا العب على الكرات العرضيه بس اجاي الراجل كان مظلوم بيلعب مش الراجل ما بيلعبش في مكانه مش مكان اجاي الانسب ايه من وجهه نظرك؟ راس حربه انا هقول لك على حاجه النهارده الراجل خلينا صراحه مع بعض اجاي راجل طويل بدنيا قوي ما شاء الله قوي فما ينفعش النهارده يلعب في المركز اللي هو صانع الالعاب او الوينج رايت او وينج ليفت النهارده عاوز واحد خفيف وسرعه واحد يخترق لكن النهارده اجاي حتى استلامه للكره انت لو شفت استلامه مهاجم مش استلامه انا بقول لك سيطرته على الكره سيطره مهاجم بيروح على الجون عاوز يروح ويجيب جون فانت النهارده لما بتيجي تلعبه فينش في مكانه موسم وتيجي تشوفه تالق في ماتش السوبر انت المفروض ما تستغربش ده هو لان ده مكاني حتى لما لعب امبارح تالق لما نزل مكان مروان بقول لك هو الراجل خلاص ده مكانه بيلعب في مكانه فانا شايف انت تديله حريه الراجل بيلعب على المساحات بس احمد فتحي عودته بعد غياب كبير جدا بيشارك وبيأدي بالشكل ده في ماتش الزمالك حاجه كبيره على عهده مع الجماهير او مع طبعا مع مع مع, مع, مع كل متابعين الكره المصريه راجل زي ما هو زي ما هو من ساعه ما زي ما هو ما شاء الله فعلا هو ما شاء الله الراجل ما تقولش لو عنده 35 او 34 سنه الراجل النهارده كانه بيلعب عنده 27 سنه ما شاء الله ربنا يحميه شايف ان هو كل ما احمد فتحي بقى اللي بيلعب ماتش بماتش شايف ان كل ماتش عنده مهم كل ماتش عاوز يثبت نفسه تاني وعاوز
ما شفناش احمد فتحي تقاعس مثلا في ماتش او تقاعس في كوره او فربنا يا رب يكرمه. يا رب نتمنى الاستمراريه لكل عناصر الفريق في النادي الاهلي وللجهاز الفني ان شاء الله على هذا المنوال وهذا الاداء الرائع في ثلاث ماتشات. ان شاء الله هيبقى في افضل كمان من كده مع مرور الوقت، لكن اكيد الصبر من قبل جمهور النادي الاهلي والدعم هو الاهم في كل شيء عشان نلاقي اللي احنا منتظرينه باذن الله من الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. يا استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. بشكرك شكرا ليك. شكرا ليك. كان ضيفنا العزيز النهارده في حاله كلام في الميديا الاستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالاهرام، وكلمنا وتطرقنا للعديد من الامور الهامه جدا وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وجمهوره. ودي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.